20/7/2015. طبعا اول ما استلمت كان الموضوع ده او الشغل ده بالنسبة للمرأة كان صعب جدا. فاول حاجة واجهتني ان انا ازاي ان انا اتعامل مع المجموعة اللي معايا، وان انا ازاي اعمل فريق عمل متكامل يشتغل معايا في كل مكان. فطبعا بدأت في كل القرى التابعة للوحدة وحل مشاكلها والتعامل مع المواطنين مباشرة. اول المشاكل اللي واجهتني التعامل مع الجمهور بره، على اساس ان حته تقبل رئيس مجلس المدينه وان انا من قلب الوحده، انا رئيس مجلس قريه وان انا من قلب الوحده نفسها، بدات ان انا اتعامل معاهم وان انا اعمل حوارات على اساس في كل قريه نعمل اجتماع اشوف المشاكل الخاصه بالمواطنين. تليفوني بقى مع كل مواطن دلوقتي، كل اللي يتصل بيا في اي مشكله عنده انا بروح بنفسي، انا ما بعتمدش على اي حد بشوفه، لازم اشوف المشكله بنفسي ولازم ان انا اعالجها. وتعاملاتي بالتليفون ما بستناش الروتين، فأي مصلحة في أي مكان، شبكة المية شبكة الكهرباء، بتخلص عن طريق التليفون من غير أن أنا أستنى الروتين. كسرت الروتين في جميع المجالات عندي، معايا فريق عمل متكامل يقظ. حاولت أن أنا أعمل اللي هو الصف الثاني، جبت مراكز المعلومات اللي عنده وبدأت أوزعهم على الأقسام على اساس ان انا اعتمد عليهم في الناس اللي هم طالعين على المعاش. انا طبعا كنت امراه لا تعلم لا تعرف لا تعرف في القراءه والكتابه، واتجوزت وانا صغير 13 سنه، وبعد الزواج ب 10 سنين جوزي طبعا ساعدني وطلبت منه اتعلم فما تاخرش عني وما رفضش، قدم لي في محل الاميه خدت شهاده محل الاميه، وبعدين دخلت الاعداديه خدت الاعداديه منازل والثانويه منازل، والتحقت بكليه خدمه اجتماعيه جامعه الفيوم طبعا بدون اي مواد رد او اي سنوات توقف. وطبعا لولا انه جنبي وساعدني ما كنتش طبعا مرحله فيها دي، في مجتمع ريفي يرفض تعليم البنات، توجه بس انه يعلم الولاد، الولاد يكبروا ويساعدوهم، والبنات دي حق مهضوم كل حاجه مش في التعليم بس. خلصت التعليم مرحله التعليم، اما محافظ بن سويف المستشار محمد سليم بتكريمي واعطائي فرصه عمل في المجلس المحلي مجلس المركز مدينه ناصر مركز شؤون عاملين. انا بالنسبه لي بدايه ما استلمت انا بدا يساعدني كان وقتها رئيس مجلس المدينه الاستاذ سرور عثمان، وبصراحة الراجل ده وقف معايا وعلمني حاجات كتير، هو والأستاذ عبد الحي والأستاذ شربات. بس أكبر عائق بيقابلني دلوقتي موضوع الإزالات. حضرتك عارف المجتمع الريفي مجرد إن هو أي بيت ما يجي يتعرض لموضوع الإزالة بتبقى في موضوع خصومة ما بيني وما بين صاحب البيت ده. ولكن احنا دلوقتي بحاول ان انا اعمل حملات توعيه، يا جماعه ان محدش يبني داخل الزراعه، يا جماعه احنا كله لو كل واحد فينا اتعدى على الارض الزراعيه مش هنلاقي شبر بعد كده، مش عشان احنا دلوقتي، عشان اولادنا في المستقبل. والحمد لله بقى في تالف ما بيني وما بين اهل الوحده كلهم، وبقت ليا في كل قريه بقى مجموعه من الشباب بتساعدني في القريه نفسها، لو في اي حاجه تلفوني زي ما قلت لحضرتك موجود مع مجموعه، في مشكله هنا معينه في مشكله هنا معينه بتتم عن طريق الاتصال بيا شخصيا، وبتجه للمشكله وبحاول حلها في اسرع وقت. وانا طبعا بطلب من كل اب وكل ام انهم يعلم اولادهم ما يحرموهمش من فرصه التعليم، ان دي مسؤوليه ودي حاجه هم يعني هيتحاسبوا عليها قدام ربنا، ان ازاي ان هم يحرموهم من حاجه زي دي، ده حق من حقوقهم. وان امال اللي احنا عايزين ازاي نقضي على الاميه وننشر التعليم واحنا 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 في بيوتنا وفي المجتمعات اللي احنا فيها ما بيتشجعش على تعليم المراه، وكمان برضه تعليم وفي تعليم برضه اولاد برضه عندنا برضه ابهات وامهات بيرفض التعليم نهائي اولادهم. يعني اقول لك يعني عندنا في بيت من البيوت واحد مخلف سبع ولاد وبنات ما علمهمش كله، طب ليه؟ يقول لك بعد ما يتعلموا هيعملوا ايه؟ هو طبعا من اللي برضه شايفينه ان مفيش طبعا وظائف، مفيش تقديرات للعلم، فممكن يكون ده سبب من الاسباب.